ارجع لكم مره تانية مشاهدينا الاعزاء ولسه مكملين معاكم في عسل ابيض. احب بس ان انا ابتدي بان انا ارد على اسئله المشاهدين اللي جات لي الاسابيع اللي فاتت، لان الناس بتزعل مني لو انا ما ردتش عليهم. فحب ابتدي بالاسئله وبعد كده نتكلم عن الاكلات اللي بتساعد على النوم العميق او بتساعد على تاهيل الجسم للنوم العميق. طيب خليني ارد على اول مسج او اول رساله جات لي في الاسابيع اللي فاتت، بتقول يمكن انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. انا وزني 68 وطولي 162، انا مش تخينه قوي بس بطني باينه شويه. انا ولدت قيصري من 7 شهور، علما لما وصلت الشهر التاسع كان وزني 82 كيلو. خسيت الوزن ده من غير اي رجيم بس برضع طبيعي واكل عادي. هل في اسلوب حياه للمرضعه او اكل ازود منه واكل بلاش منه؟ وكمان الايام اللي بصوم فيها، لان انا ولدت في رمضان مش بصوم ايام ورا بعض عشان اللبن، بصوم 3 أو 4 أيام في الاسبوع. اعمل ايه؟ هل في نظام لاكلي؟ وشكرا، معلش طولت عليك، يا ريت تطولي عليا كل يوم. طيب هنرد على ماشي. خليني اقول سريعا الرساله اللي بعديها بعد كده ارد على السؤالين مع بعض. مرحبا دكتوره رنا، على فكره مش دكتوره، انا استشاري تغذيه، عايزه نظام غذائي للتسمين. انا مش بعاني من اي حاجه، تحليلي كويسه، وزني 45 كيلو وطولي 164، ارجو الافاده. طيب حالا هرد على الاسئله لكن بعد الفاصل السريع ده، تابعوني. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم في الاجابه على الاسئله اللي وصلتني الاسابيع اللي فاتت. وارجع بس افكركم، السؤال اللي جالي كان عن ست لطيفه لسه والده او والده من 7 شهور وعاوزه تخس، وخست من غير رجيم في الاول وبترضع طبيعي. هي طالبه مني ايه هو المفروض اعمله عشان اللبن يبقى كويس عندي وفي نفس الوقت احافظ على صحتي. طيب اهم حاجه لو انت بترضعي لازم تشربي ميه كتير قوي، ده اهم حاجه عشان اللبن يكون متوفر عندك البيبي بتاعك، لازم تشربي ميه كتير جدا. لو مفيش ميه ده اللي بيعمل مشكله في اللبن. واكل الحاجات المرطبه زي ايه؟ يعني عندنا الخس، عندنا الطماطم، عندنا الخيار، الحاجات دي مهمه جدا لازم تبقى موجوده كل يوم في اكلك صبح، ما بين الصبح وما بين الظهر وما بين الظهر وما بين العشاء او ما بين العصر وما بين العشاء. يعني نتكلم في 5 مرات بناكل فاكهه فيهم، انا اسفه، خضار فيهم وجنبيهم فاكهه. طيب ايه هو الاكلات الاساسيه؟ انا لازم يبقى باخد مالتي فيتامين على حسب الدكتور اداني ايه، لان مهم جدا ان انت تاخدي فيتامينات اللي هي زي مثلا فيتامين A وB وC وD وE وK، كل الفيتامينات. فمالتي فيتامين من الحاجات المهمه اللي انت لازم تاخديها، ولازم برضو ايه تراجعي دكتورك في موضوع المالتي فيتامين ده. مهم جدا بقى اعمل ايه بقى؟ يعني انت بتقولي انا بصوم عشان اعوض الايام الصيام اللي كانت عليا، مفيش مشاكل في موضوع الصيام، بس لو انت ضعيفه فبالتالي اللبن هيقل عند البيبي او للبيبي، فمهم جدا ان انت يكون صحتك كويسه عشان تقدري ان انت تصومي. خلاص؟ انا افضل طبعا ان انت لو تقدري تصومي صومي يومين في الاسبوع، بلاش ان احنا نكتر من موضوع الصيام، لان موضوع الصيام بيعمل نوع من انواع الديتوكس، بينظف الجسم. فبالتالي بتحسي ان انت ما عندكيش طاقه، فايه اللي بيحصل؟ لو انت ما عندكيش طاقه يبقى ما عندكيش الانف نيوترينتس او المكونات الاساسيه الغذائيه اللي انت محتاجاها عشان تغذي نفسك انت شخصيا، فبالتالي ازاي هتعرفي تغذي البيبي؟ اقدر بقى ابعد عن ايه؟ مهم جدا ان اللي انا باكله بيأثر على البيبي، بيأثر على الحاجات اللي موجوده في اللبن او المحتويات اللي موجوده في اللبن. بمعنى ايه؟ انا لو اكلت حاجه حراقه فهتنزل في اللبن فبالتالي البيبي هياخدها، لو اخدت حاجات محمره او حاجات تتعب لي انا قولوني فبالتالي قولونه هو كمان هيتعب من خلال اللبن اللي هو بياكله. فلازم نحاول على قد ما نقدر نبعد عن كل الحاجات الثقيله زي مثلا الدهون المشبعه، زي السمنه، زي الزبده. خلينا الزبده دي فيها اقاويل كتير قوي، بس السمنه نمنعها تماما. الحاجات المشطشطه لا يفضل، الحاجات الغازيه لا يفضل طبعا زي المشروبات الغازيه. ناخد عصاير طبيعيه على قد ما نقدر. طيب في ناس فاكره ان العصاير اللي هي ما بتحتويش على سكر دي اشربها زي ما انا عاوز، لا مفيش الكلام ده، كل حاجه بتحتوي على كربوهيدرات، كل حاجه بتحتوي على سعرات حراريه، مش فكره مش في السكر بس، لان النشويات اللي موجوده في العصاير بتتكسر تبقى سكريات. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من حاجه زي كده، ما ناخدش على الفاضي وعلى المليان، نحاول ان احنا نقننها على قد ما نقدر، ناخد العصاير الطبيعيه. ويفضل طبعا ان انا اكل برتقانيه عن ما ان انا اشرب برتقان، لان سعرات الحراريه في البرتقان بتبقى اعلى ونسبه الالياف فيه بتبقى اقل. ليه؟ لان انا بعصر البرتقان ما باخدش الالياف اللي موجوده فيه، فناكل حاجه احسن بكتير قوي من ان احنا نشرب. والميه اهم حاجه ممكن تتخيلها، الميه لازم نشربها طول الوقت. طيب السؤال اللي جالي بعد كده كان بيتكلم على
نظام غذائي للتسمين. وعلى فكرة هو نفس تقريبا السؤال الرابع اللي احنا هنوريه لحضراتكم دلوقتي، وهو انت ليه يا رنا ما بتتكلميش على النحافة؟ هما تقريبا نفس السؤالين. طيب الناس فاكرة برضو ان انا لو اكلت كتير قوي فانا هتخن. طب ما انت هتتخن ايه؟ احنا مش عايزين نتخنك دهون، ومش عايزين احنا نأذي جسمك. فبالتالي الناس اللي عاوزه تتخن مهم جدا ان هم الاول يعملوا تحليل الثايرويد او الغده الدرقيه، لان الغده الدرقيه لما تكون نشطه حاجه اسمها هايبر ثايرويد ده بتخلي البني ادم يخس، يعني بتخلي البني ادم بيحرق زياده عن البني ادمين الطبيعيين او البني ادمين التانيين. فمهم قوي ان احنا نعمل تحليل الغده الدرقيه. كمان لو حد عنده سكر ده بيسبب مشكله برده في موضوع الانسولين، او نسبه الانسولين بتكون موجوده في الدم، او نسبه الجلوكوز خلينا نقول السكر اللي موجوده في الدم. فمهم جدا ان احنا نعمل التحليلين دول. لو احنا مفيش مشاكل عندنا في جسمنا خالص واحنا رفيعين وعاوزين ندخل، اللي احنا بنعمله ان احنا بنكتر عدد الوجبات مش كميه الوجبات. الناس فاكره ان انا لو اكلت كميات كبيره قوي 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 فانا هتخن، لا، هي الفكره كلها ان انا لازم اكل كل ساعتين. بالنسبه للناس الرفيعه تاكل كل ساعتين، تاكل كل ساعتين ايه بقى؟ تاكل الدهون الصالحه ليها، الدهون الكويسه اللي هي فين بقى؟ يعني نتكلم في زيت الزيتون، نتكلم في الاسماك، نتكلم في اللحمه بس افضل طبعا اللحمه الحمراء، نتكلم في البط بس طبعا البط لازم نقننه شويه برده عشان فيه دهون مشبعه كتير. نعرف اللحمه او الطير ده فيه دهون ولا لا، كل ما كان اللحمه اغمق كل ما كان فيه دهون اعلى. فبالتالي عندنا مثلا لحمه الارانب بتبقى فاتحه جدا، معناها انها بتحتوي على نسبه بروتين عاليه جدا ودهون قليله، لكن البط عشان لحمته غامقه فبالتالي بيحتوي على نسبه دهون اعلى بكتير قوي. وبعدين في النص بيبقى الحمام، فيعني يفضل ان احنا نقنن من الحاجات دي لو احنا عاوزين نخس، لكن ما نمنعهاش خالص. ولو عاوزين ندخن ممكن ان احنا ناكلها. طيب اكل ايه برضو؟ الفكره كلها ان انا افطر كويس جدا، ان انا اعمل ان انا اعمل الشيك ده او اعمل العصير ده. لو عملت العصير ده كل يوم الصبح وكل يوم بالليل انا اضمن اللي بعتت لي رساله انها اكيد هتتخن. عندنا شوفان، موز، لوز او اي نوع من انواع المكسرات، لبن، الحاجات دي كلها، وعسل. الحاجات دي كلها لو اتضربت مع بعضها وشربتها الصبح وشربتها كمان بالليل انا اضمن لكم ان انتوا اكيد اكيد هتزيدوا في الوزن، بس هتزيدوا في الوزن بطريقه صحيه. ده غير بقى كمان ان انا على مدار اليوم لازم اكل كويس جدا، يعني لازم افطر. يعني خلينا نقول هناخد مثلا العصير ده الصبح بدري اول ما اصحى منه، بعديها بساعتين لازم افطر، لازم يبقى في ايه، في اكل بروتين مش بطال، لان احنا عاوزين التخن بتاعنا يكون تخن عضلات او تخن صحي. فبالتالي لازم يكون الـ الـ الاكل بتاعي فيه بروتين كويس. فبالتالي هناكل فطار كويس جدا بيحتوي على بروتين، بيحتوي على نشويات، وبيحتوي على سلطه، بيحتوي على الدهون الصالحه اللي انا محتاجها، اللي انا ممكن احطها من خلال مثلا ايه، زيت عباد الشمس او زيت الزيتون. هكمل معاكم بس اخد استاذ مروان. يا استاذ مروان مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. على فكره انا ببقى مبسوطه قوي لما حضرتك بتكلمنا، على فكره انت على طول متابعنا. الله، وانا كمان والله، واحنا اتعودنا يعني على صلتكم حضرتك والاستاذه حنان والاستاذه نهى، اتعودنا يعني صلتكم انتوا الثلاثه مع بعض. ربنا يخليك يا استاذ مروان، ده شرف لينا والله العظيم بجد. واولا يعني بخصوص حضرتك يعني السلبيات والايجابيات، يمكن القناعه بتاعتكم يعني هي الوحيده، وبرنامجكم يعني يعتبر يعني غذاء للمخ ودواء. ربنا يخليك يا رب. ايه الكلام والله اللي حضرتك يعني اغلبيه برامج الفضائيات يعني الاخرى برامج نكد، خدت بالك جابت لنا الاحباط. بص اقول لك على حاجه يا استاذ مروان، يعني بشكل البرامج بتاعتكم يعني احنا معنوياتنا بترتفع يعني شويه. ربنا يخليك يعني كتير قوي. بشكرك جدا، وعايز اقول لك مع احترامي الشديد طبعا لكل البرامج التانيه، اكيد هي بتحاول انها تحل مشاكل البلد، بس احنا دايما في عسل ابيض، لان احنا عندنا طبعا بالليل برضو في برنامج بيتكلم عن المشاكل وبيحاول ان هو يحلها بطريقه ايجابيه وكل حاجه، بس احنا في عسل ابيض دايما بنحاول ان احنا الساعتين اللي انتوا بتشوفونا فيهم دولت نحاول نديكم طاقه ايجابيه، فهو ده بيكون يعني هدفنا في الاول وفي الاخر. على العموم بقى عاوز تسالني على ايه النهارده؟ يا استاذ مروان رحت فين؟ يا خساره الخط اتقطع. بشكرك جدا على اتصالك دلوقتي. احنا كنا بنكمل على موضوع النحافه والناس اللي عاوزه انها تدخن.
وان هناخد العصير ده الاول وبعد كده هنفطر كويس جدا، وبعدين بعد الفطار بساعتين ساعتين ونص لازم ناخد فاكهه او لازم ناخد خضار، ويفضل ان جنب الفاكهه والخضار يبقى فيه بروتين. بمعنى ايه؟ ممكن اخد تفاحيه وجنبيها زبادي مثلا، وده على فكره بالاخص للناس اللي عندها سكر. الناس اللي عندها سكر انا ما افضلش انها تاخد ابدا فاكهه لوحدها او خضار لوحده، لو هتاخدها كسناك فممكن تاخد مثلا تفاحيه معاها زبادي، حته او خيارايه معاها حته جبنه، عشان ده بيظبط نسبه الجلوكوز اللي موجود في الدم. مش عاوزين نبعد عن موضوعنا، بنتكلم عن النحافة. بعد السناك دي او الوجبة الخفيفة هنيجي على الغداء. الغداء بتاعنا لازم يبقى غداء محترم. بمعنى ايه؟ ان انا طبقي لازم يبقى موجود فيه نشويات، وهنا بقى ناس كتير قوي بتزود الرز والمكرونة والعيش والحاجات دي كلها عشان ايه؟ عشان تربرب كده. الكلام ده مش مظبوط، لان النشويات بتتحرق. ايه اللي بيتخزن؟ لو انا اخدت دهون انا مش محتاجها بتتخزن على طول، فبالتالي لازم اخد وجبة متكاملة. متكاملة مش معنى كده ان انا ازود من العيش والمكرونة والحلاوة والحاجات دي كلها عشان اتخن. الكلام ده غلط تماما، عشان خاطري كله وجبات متزنة، عشان الاهم مش التخن كمان، الاهم ان صحتك تبقى كويسة. طيب انا اكل ايه؟ اكل في الاخر مثلا، خليني اديكم مثلا سمكة مشوية معاها بطاطساية مسلوقة او رغيف بلدي لو انا حابب، معاها طحينة او حمص. حمص من الحاجات برضو اللي بتزود في الوزن، بس بتزود في الوزن الصحي اللي انا محتاجه. طبق السلطة اساسي مهم جدا. طيب بعد كده اكل ايه؟ بعديها بساعتين ثلاثة اكل برضو، اكل مثلا خيارتين مع حتة جبنة مثلا، بعديها بساعتين اكل تاني. الوجبات الصغيرة دي او الوجبات الكبيرة اللي هم الثلاثة، والوجبات الصغيرة اللي هم اربعة زي ما احنا قلنا قبل كده من 6-7 مرات في اليوم، هي دي اللي هتخنك تخن صحي. فاحنا محتاجين ان احنا نركز في موضوع الاكلات على مدار اليوم في فترات قليلة، دي حاجة. الحاجة التانية الدهون، من الحاجات اللي الناس برضو نسيها موضوع المكسرات. المكسرات تحتوي على دهون عالية جدا، بس الدهون اللي انا محتاجها الصالحة. لو انا عاوز ادخل كتر من المكسرات، لو انا عاوز اخس قنن من المكسرات، بس تاكلها بلس. فاحنا زي ما احنا متفقين كده ان هو ده اللي ايه اللي بيساعد على التخن. طيب عندنا سؤال بقى تاني. رنا انا عايزه دكتور شاطر عالي، عاوزه اعمل نحت للارداف بس يكون شاطر مش مادي، لان انت عارفه ان كله بتوع التجميل بيكونوا ماديين، الاهم شاطر وعنده ضمير. ممكن تساعديني اعرف دكتور كويس؟ بصي انا ممكن اساعدك على اي حاجه في الدنيا كلها، غير ان انت تعملي حاجه في جسمك. بصي مش هقولك انها مش هتساعدك صحيا، لا هي ممكن تساعدك نفسيا لكن مش هتساعدك صحيا. انت عاوزه تعملي نحت للارداف من غير ما تصلحي اللي جوه الاول؟ يعني ايه تصلحي اللي جوه؟ يعني اصلح طريقه حياتي، اصلح اسلوبي في الاكل، اصلح طريقه تعاملي في الرياضه، بنزل اتمرن ولا لا، بتمشى ولا لا. الحاجات دي كلها زي بالظبط، هقول لك على مثل ظريف، زي بالظبط لما اروح للدكتور اقول له والنبي انا عاوز اجمل سناني وانا سناني متسوسه او فيها سوس، ده ما ينفعش، فيها مشاكل، لازم اعالج المشاكل الاول وبعدين تبقى اخر خطوه بالنسبه لي خالص ان انا اعمل المنظر الجميل. انا عارفه انه بيأثر على الناس نفسيا، يعني ناس كتير تيجي تقول لي طب احنا ممكن ايه؟ ممكن نعمل موضوع التامي تاك او ان احنا نشد الجلد او موضوع النحت والحاجات دي كلها وبعد كده نبقى نحافظ بالدايت. ما بيحصلش. انت بتبداي تعتمدي على النحت او بتعتمدي على العمليات وما بتعمليش حاجه في حياتك خالص، فلا خليكي قويه كده وعندك اراده. نبتدي نقول طب نبتدي من الاساس الاول، نبتدي اشوف انا بغلط في ايه، انا باكل صح ولا لا، انا عندي مشاكل صحيه ولا لا. لما ابتدي احط الاسس دي زي بالظبط لما بتبني عماره، العماره لازم تتحط على اسس قويه، لانها لو ما اتحطتش على اسس قويه هي تتهد. فبالتالي مهم جدا 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 ان انا ابني اسس قويه. ابنيها ازاي؟ بان انا واحد اكل كويس، اكل اكل صحي. اثنين اعمل اي نوع من انواع الرياضه. يا ستي لو مفيش رياضه انزلي اتمشي في الشارع، بدل ما تركني العربيه قدام المحل اركني بعيد شويه، بدل ما انت بتركبي الاسانسير اطلعي السلالم، بدل ما انت قاعده في البيت قاعده تتفرجي على التلفزيون افتحي اي حاجه على الانترنت، اي حاجه. عندك فيديوهات لينا احنا عملناها في عسل ابيض مع كابتن هاني بوشادي، هاني بوشادي ليها دعوه بالرياضه، افتحي واعملي الرياضه دي كلها على بعض 20 دقيقه مش هتخسري حاجه. فانت النهارده لما تحطي نفسك في الطريق او نمط الحياه الصحي انت حياتك كلها هتختلف، نفسيتك هتختلف ونظرتك لنفسك هتختلف. في حاجه من الحاجات اللي انا درستها والناس العالم كله دلوقتي مركز عليها
هو السلف اكسبتنس. يعني ايه سلف اكسبتنس؟ يعني ان انا اتقبل نفسي الاول، اتقبل شكلي واشوف انا شكلي ده هل هو جيناتكس او هل هو جيني او وراثي، ولا هل ده حصل لي تبعيات لحاجات كتير قوي غلط انا عملتها، اكلت غلط، ما كنتش بتمرن، عملت نفسي بطريقه وحشه، الحاجات دي كلها. طيب لو جيني يبقى احنا في ايه، في حاجه مش هنقدر نغيرها. لكن لو بقى عادات غير صحيه لا، وحتى لو في وراثه عامل وراثه مثلا بالنسبه لشكل الجسم، الحاجات دي كلها اقدر ان انا اغيره على مدار مده طويله الشكل، لكن في الاساس اغير العادات نفسها. يعني انت النهارده لما تبقي عارفه ان مامتك مثلا او باباكي عندهم كرش، على فكره الناس اللي عندها كرش بيبقى ولادهم كمان عندهم بطن مثلا عاليه، دي وراثه تمام. لكن هل انا هعتمد على ان هما خلاص انا عندي كرش عشان بابايا ومامتي عندهم كرش وخلاص؟ لا، ما هو ممكن يكون باباك ومامتك عندهم كرش عشان هما ما كانوش بياكلوا صح، عشان هما ما كانوش بيتمرنوا، عشان هما كانوا بياكلوا قبل ما يناموا. يعني في عوامل كتير قوي، فمهمه قوي 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 ان انا اغير العادات دي كلها. وبعد كده اجي افكر اقول ايه، خلاص بقى فاضل تاتشات اخيره كده ممكن اعملها، ممكن اعمل النحت. لكن هتلاقي ان انت بقيتي بتتمشي اكتر، ان انت نفسيتك احسن، انت تعاملاتك مع الناس بقت احسن بكتير قوي، ان انت بتطبخي اكل صحي. يعني بصي هتلاقي كل حاجه اختلفت، بس مهم ان انا ابتدي من الاساس. طيب انا حبيت بس ارد على اربع اسئله النهارده، مع ان في اسئله اكتر من كده جت بكتير، بس انا يعني هاخد حبه اسئله النهارده والاسبوع الجاي هاخد حبه اسئله كمان. بس حبيت بقى ان انا دلوقتي انتقل بقى للموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. زي ما كنت بقول كده في المقدمه، انا جالي شكاوى كتير جدا من الامهات بيقولوا ان اطفالهم ما بتنامش بالليل وبيتعبوا جدا 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 عشان يدخلوه يناموا. طب يعملوا ايه؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده، ياكلوا ايه او ما ياكلوش ايه. بس خلوني بس الاول قبل ما ابتدي اتكلم عن الاكل، وقبل ما هو التليفون جاهز معانا يا شريف؟ طيب خلونا قبل بس ما نجهز التليفون اللي معانا، خلونا اقول لكم ايه هو الاكلات اللي ممكن ان احنا نستخدمها عشان الاطفال ياهلوا نفسهم اكتر للنوم. عندنا اول حاجه ممكن نشوف صور شريف مع بعض او نوريها للمشاهدين. نبتدي بالموز. ماشي، نبتدي بالموز. اول حاجه بقى عندنا النهارده هي الموز. وسبحان الله، سبحان الله، ربنا خلق في الموز ميزتين، هو مزايا كتير قوي، بس حاجتين مهمين جدا. الموز يقدر يفوقك، والموز يقدر يساعدك على النوم. يقدر يساعدك على النوم ليه بقى؟ لانه بيحتوي على ماده المغنيسيوم والبوتاسيوم. البوتاسيوم دي هايدرنت، او البوتاسيوم دي بتساعد على اعاده ترطيب الجسم. والمغنيسيوم من الحاجات اللي اكتشفوا ان هي قلتها بتسبب اكتئاب، بتسبب مشاكل في الجسم، ارق، الحاجات دي كلها. فالموز من الحاجات اللي ممكن الاطفال ياخدوها قبل ما يناموا مثلا بنص ساعه مع كوبايه لبن او مع كوبايه زبادي، لان كوبايه اللبن برده بتحتوي على ماده التريبتوفان اللي موجوده برده في الموز، وهي الماده دي اللي بتخلي البني ادم سعيد او مرتاح. فالاثنين مع بعض بيعملوا كومبينيشن، او بيعملوا نوع من انواع الميكس الظريف اللطيف اللي تقدري او تقدر تديه لابنك قبل ما يناموا، يهدوهم ويخلوهم ايه، معدتهم مستريحه، وكمان في نفس الوقت يقدروا يناموا كويس جدا. خلي بالكم من حاجه، موضوع اللبن ده برده في اقاويل، لان في ناس عندها لاكتوز انتولرنس او حساسيه ضد ماده اللاكتوز اللي موجوده في اللبن. فلو عندهم الحساسيه دي، يعني لاحظوا كده لو اطفالكم بيتعبوا مثلا من ان هم لو شربوا لبن، لا ساعتها بطل ان انا استخدم الالبان واحط بدلها زبادي. وهكلمكم على موضوع الزبادي ده لكن بعد ما نستقبل التليفون اللي معايا، والحقيقه هي منورانا النهارده عشان نسالها اكتر على موضوع الارق والنوم للاطفال، الدكتوره نهى ابو الوفا استشاري الاطفال. يا دكتور نهى، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. خلاص إيه؟ احنا طيبة. اتعودنا نكلمك كل مره، عاوزين نستشيرك في حاجه ليها دعوه بالاطفال. الله يخليكي، منوريني دايما. الله يخليكي. طيب احنا النهارده بنتكلم عن موضوع النوم عند الاطفال، لان في اطفال أيوة. كتير جدا بيجوا على الساعه 6 7 مش عايزين يناموا خلاص، و8 و9 بيفضلوا سهرانين لفتره طويله قوي. ايه اسباب تمام. الموضوع ده، وفي نفس الوقت تقدر الام او الاب يعملوا ايه؟ الاسباب طبعا ان ساعات الامهات بتدي حاجات فيها سكريات عاليه قوي. السكريات العالية قوي دي بتخلي الطفل ما دايما بيبقى نشاطه زايد شوية. ممكن بتدي فبس، يعني يبقى الحاجات اللي فيها كافيين زي المياه الغازية والشوكولاتة طبعا بياخد كميات كبيرة منها قبل النوم، فطبعا ما بينامش.
فطبعا احنا بننصحها ان احنا ندي الطفل زي ما حضرتك قلتي الموز ده قبل النوم، لان في ماده المغنيسيوم بيخلي ال بيعمل استخاء شويه في العضلات فالطفل بيعرف ينام. في تريبتوفان برضو بيخلي الطفل يقدر ينام بصوره كويسه. طبعا الكاموميل برضو من الحاجات اللي هي مسكنه، مسكن خفيف وبيساعد على النوم. طبعا الحليب الدافي ده برضو فيه تريبتوفان، ويا ريت نحليه بالعسل الابيض ما نحليهوش بالسكر، عشان زي ما احنا قلنا ان السكر بيعمل هايبره شويه بيخلي الطفل ما ينامش. طبعا اللبن برضو فيه كالسيوم، الكالسيوم ده بيساعد التريبتوفان انه يوصل للمخ. برضو حتى البطاطس برضو لو هي عملتها زي بطاطس بوري كده تبقى خفيفة للطفل، دي بتخلي الامتصاص بتاع تريبتوفان يبقى كويس عشان فيها فيتامين بي. بالضبط كده. اللوز برضو حضرتك المكسرات زي اللوز دي برضو فيها تريبتوفان وفيها المغنيسيوم، فدول برضو بيساعدوا على النوم. بذور الكتان والخبز اللي هو بيبقى مليان قمح، يعني بيبقى القمح فيه بنسبة عالية شوية كامل القمح، ده برضو بيخلي التريبتوفان يوصل للمخ. من الحاجات الكويسة جدا. تمام. طيب هو الطفل محتاج ينام كام ساعة يا دكتور؟ على الأقل 10 ساعات. على الاقل 10 ساعات ده لكل الاعمار ولا لاعمار طبعا معين؟ يعني طبعا البيبي الصغير قوي ده بينام طبعا من 12 ل 16 ساعه. لكن البيبي اللي هو بيبقى بقى من سنتين فيما فوق ده بيبقى لازم ينام 10 ساعات. تمام. طيب هل عدم نومه لل 10 ساعات دولت ممكن يؤذوه باي شكل من اشكال في جسمه؟ طبعا بيخليه حضرتك اولا تركيزه ضعيف جدا، لو كان في مدرسه او حاجه تركيزه بيبقى ضعيف. بيخلي الطفل ده بيبقى مهايبر شويه، تلاقي تصرفاته غريبه فيها عنف شويه. فطبعا لازم الطفل ياخد كفايته من النوم علشان خاطر يقدر يركز في دروسه، ما يبقاش مهايبر، ما يبقاش بيتصرف تصرفات فيها عنف، ما يبقى هادي شويه، ما يبقاش عصبي كمان. تمام. دكتور نهى بشكرك جدا على المعلومات المفيدة دي، واتمنى طبعا ان انت تنورينا المرة الجاية في الاستوديو عشان نقدر نتكلم بالتفصيل اكتر. طيب اتمنى يكونوا حضراتكم طبعا وصلت لكم المعلومات دي. خليني بس اكمل على كلام الدكتورة برضو نقاط مهمة عندنا برضو، غير زي ما كنت بقول لكم اللبن اللي بيحتوي على اللاكتوز، لو في مشكلة او الطفل عنده مثلا حساسية من اللاكتوز، بطنه بتوجعه اول ما بيشرب من اللبن، محتاجين ان احنا نعمل تحليل اللاكتوز ده، ولو عنده انتولرنس او حساسية ليه يفضل ان احنا نشيله ونحط بداله الزبادي. الزبادي كمان من الحاجات اللي بتريح المعدة قوي قوي قوي، انها بتحتوي على مادة اليست وبتحتوي على الكالسيوم زي ما الدكتور قالت. عندنا كمان من الحاجات اللي بتحتوي على التريبتوفان المادة اللي انا والدكتور كنا لسه بنتكلم عليها هي التونة. طبعا انا عارفه ان التونه بتعطش، طبعا ده لو حطينا عليها كمان ملح، بس الفكره كلها ان التونه من الحاجات اللي بتهدي من الجهاز العصبي والهضمي كمان، فبالتالي بتساعدك ان انت تنام احسن. بس يفضل طبعا لان التونه بتحتوي على نسبه بروتين عاليه قوي، يفضل انها تتاكل بدري شويه، يعني تتاكل ساعتين قبل النوم. طب خلينا نتكلم بقى في حاجات تانية. هقول لكم العادات السيئه اللي ممكن واحد يعملها اللي بتادي لان الطفل ما يكونش عاوز ينام. واحد، اللابتوب او التابلت لما بيكونوا قدام الطفل لفتره طويله جدا وقبل النوم، هو اصلا كده ولا كده ما بيبقاش عاوز ينام، ده بيأذيه بطريقه نفسيه وبيأذيه بعينيه بتتأذي، وكمان مخه بيبقى قاعد بيشتغل، فيفضل ان احنا كل حاجه نبعدها قبل ما الطفل ينام على الساعه مثلا 6. لو عاوز ان هو يتفرج على حاجه ممكن يتفرج على حاجه هاديه كده في التلفزيون، كرتون هادي، في اغاني ظريفه لطيفه، الحاجات دي كلها. بلاش الاكشن والنبي، يعني بلاش الحاجات الاكشن قبل ما يناموا، لان هم بيكون عندهم ارق قبل ما يناموا. دي حاجه من الحاجات المهمه. فكره ان انا افتح النور او اخلي النور مفتوح غلط جدا، لان ده بيأثر على نسبه الميلاتونين اللي موجوده في الجسم، فبالتالي الطفل ما بينامش، فلازم اخلي الاوضه ضلمه على قد ما اقدر. حتى في البدايه ممكن افتح نور بسيط صغير قوي لغايه ما ياخدوا على الموضوع ده، بعد كده اول ما يناموا اقفل النور على طول. الميه من اهم الحاجات ان انا لازم اشربها على مدار اليوم خالص، لان لو انا وصلت الطفل لجفاف، لمرحله جفاف، وما شربش على وقت مثلا ساعتين ثلاثه قبل النوم، ده هيسبب له ارق كمان. فمهم جدا ان احنا لازم نساعد على الموضوع ده، ان هم يشربوا طول ما هم قاعدين. الحاجات اللي بتحتوي على كافيين زي ما الدكتور قالت، الصودا، الشاي، القهوه، الشوكولاته، اي حاجه فيها اسود او لون اسود، مصنعات او زي مثلا الجيلي بينز، زي الجيلي كولا والحاجات دي كلها، الحاجات دي مرفوضه تماما قبل النوم ب4 ساعات او حتى ب3 ساعات. بلاش، مهم جدا ان انا اعمل كده.
حاولوا ان انتوا تستخدموا مع اولادكم البريدنج تكنيكس او اساليب التنفس الصحيحه، اساليب التنفس العميقه كمان، ان انا احاول اتنفس شهيق جامد جدا على مدار مثلا 4 ثواني، اكتمه ثانيتين وبعد كده زفير 4 ثواني، وعلمهم ان كل شويه يحاولوا ان هم يفكروا او يتخيلوا ان هم دماغهم مثلا ماسكين دماغهم بعدين يسيبوها، ماسكين عينيهم بعدين يسيبوها، ماسكين بقهم او بيكرمشوا بقهم وبعدين يسيبوها. التكنيك ده انا عارفه الناس كتير بتتفرج عليا بتقولي هو انت ايه اللي انت بتقوليه ده، بس فعلا جربوه. التكنيك ده من اكتر الحاجات اللي بتساعد الطفل على ان هو يسترخي تماما. اتمنى اكون ما طولتش على حضراتكم، ان انا قلت لكم يعني معلومات مفيده، وهستنى طبعا كل اتصالات حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وكل اسئلتكم على البيج بتاعتي على الفيسبوك.